الأخ أحمد اللي شيع قبل أيام من الإمارات كان متأثر جدا في دعاء الصباح، بدعاء الصباح إذا تذكرونه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا ومرحبا أختنا الكريم، يا أهلا وسهلا. نقدر نسمع من عندكم لماذا اخترتم أن تركبوا سفينة النجاة مع محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والله أنا أصلي أهلي من السنة، سنيين. أوكي، لكن أنا ما عندي، أنا من صغري ما عندي انتماء لعمر بن الخطاب إطلاقا، ما عندي اتفاق خالص معه، يعني هيك سبحان الله، نفسيا ومعنويا ما عندي أي قبول خالص من صغري، من وأنا بابتدائي. عفوا بس كبرت هلا، ما كنت، يعني ما كنت بعتبر حالي سنية، ولا كنت شيعي، ما كنت ولا أي شيء. بس أي حد بيسألني أنا الحمد لله مسلم وخلاص. هلا من سنة وشهرين أو من سنة ونص تقريبا، زوجي أنا مصرية أصلا. يا أوكي، اهل الممر. زوجي بدأ إن هو بيتشيع يعني بيحضر المذهب الشيعي، قناة الأنوار، الأدعية، دعاء كميل وأدعية كتير، أدعية أهل البيت والإمام طيب الباقر، الإمام الصادق. وصراحة أنا في كتير حاجات يعني حصلت معايا، وكتير مما ما شفتها، إنه أنا بدي أتبع مذهب أهل البيت. الحمد لله. وهذا بخصوص عائشة وعمر وأبو بكر وهذا المذهب السني كله على بعضه، ولكن مو صحيح، يعني مو منطقي، بيخالف كثير الدين، يعني منهم الصيام. ربنا قال لك أتم الصيام إلى الليل، إحنا عندنا في مصر بنصوم لحد المغرب، بيقول الله أكبر، بتكون المية في بقنا، نشرب المية، نفطر. طيب أتم الصيام إلى الليل، وين الليل في الصيام؟ ما في، يعني بيفطروا لسه الشمس طالعة. هاي أول نقطة علقت عليها. الوضوء غسلتين ومسحتين عندنا، لا بيغسلوا لحد، أنا مؤاخذة يعني، الركبة، اي نعم. بيغسلوا شعر عفوا الأفا، خلف الرقبة، الأذن، ما في، برضو بيخالف القرآن، كثير حاجات بتخالف القرآن، ومسائل فقهية برضو بتخالف القرآن. إلا المذهب الشيعي لقيته مطابق فعلا لمصحف لكتاب الله، مطابق حرفيا، مطابق من بدون مبالغة. ما هو سبب براءتكم من عائشة؟ سبب براءتي من عائشة إنه ما تستحق إنها تكون زوجة الرسول. أنا ما ما تست... كنت أعرف أبدا أبدا أي شيء عن عائشة طول فترة سنواتي، طول ما أنا هيك، يعني ما عرفت إلا من بس ما تابعت حضرتك أنت من شهرين بالضبط، طيب من شنو شهرين أو أقل كمان، هيك عرفت عائشة وعرفت الروايات اللي بتتحكى، ورجل نزل بعائشة وإرضاع الكبير وهيك حاجات ما بتصير، ما بتصير. يعني أنا كمرأة محترمة متجوزة، سواء أنا على سنة جوزي أو انفصلت عنه أو أي شيء، ما بيصير أحكي مع رجل غريب بهيك طريقة، يعني ما بيصير. هي عندنا أخلاقيا بتسمى قلة أدب، الله يعني الله بجد أحسنت. هي قلة أدب، أي فعلا كلمة يعني مو الله من صفات زوجة رسول تحكي هيك مع راجل غريب، ومو واحد، هالكثير ما شاء الله، يعني كثير كثير. وما خفيت أنا أعظم، أنا لسه ما عرفت يعني كل شيء عن عائشة، بس هيك يعني عرفتهم ما يمكن 10 روايات. لا، ما تشرف بيها والله، ما تشرفني ولا تشرف بالدين الإسلامي، ويعني عار، والله عار علينا، يعني بجد، يعني جات ماتت المسيحيين بالدين الإسلامي من وجهة نظر المذهب السني، وعائشة وعمر وأبو بكر. وفي جملة، في جملة شيخنا تسمعني، أي في نعم جملة بيقولوها في مصر أي عن العدل، وإن سألوك عن العدل فقل فقد مات عمر. كيف يعني؟ كيف يعني وإن سألوك عن العدل فقل فقد مات عمر؟ مين عمر؟ مين عمر؟
مين هو عمر؟ ما بعرف مين هو عمر لحتى يسموه باسم العدل. وين الله؟ وإن سألوك عن العدل فقل فقد مات عمر. يعني خلاص ما في الله، ما في عادل، ما في ولا شيء. من بعد عمر ما مات ما في ولا شيء، ما حتى الله له، ما في لا الله، ما في، ما في ولا شيء، ما بيصير. الشيعة يعتقدون وأحس عائشة، إنهم واخدين، أحس إنهم واخدين المذهب أهل البيت بشيء شخصي، عندهم في كراهية شخصية، في شيء شخصي ملموس. أي يعني كراهية؟ ما مو طبيعي كراهيتهم لأهل البيت. مين بيذكر الحسن والحسين؟ مين؟ شعرتم أنه كان ما عندهم في. كراهية؟ أي نقطة مهمة هاي، نعم؟ كان عندهم كراهية تجاه أهل البيت. ايه، في كراهية كتير، وكراهية باينة وواضحة كتير، أي نعم، كراهية واضحة كتير أي نعم، عند أهل البيت. إلى مجرد ما تذكر أهل البيت كأنه أعوذ بالله، يعني أعوذ بالله، قلت شيطان، دي شيطان ظهر بالبيت. إيش في؟ وهي فخورين أنا حفيدة عائشة، أنا بنت عائشة. يا أختي الله يلعنك أنت وعائشة، إذا أنت بتعرفي عائشة هيك. يعني ما بعرف صراحة كيف بتقبل على نفسها تقول أنا حفيدة عائشة وأنا حفيد عمر. انت بتعرف اصلا ايش عمر؟ هو ايش عمر قبل ما يدخل الدين الاسلامي؟ اصلا الدين الاسلامي دخله كمان، يعني مو اسلم، هو اسلم هيك بس خوفا من السيف، لكن مو اسلام، هذا مو اسلام. ولو هذا هو الاسلام انا ما اكون مسلمة صراحة. الله الاسلام بيخالف كل شيء، بيخالف اول شيء، بيخالفه هو يعني اهم شيء الله، بيخالف الله. لا ما بدي. شكرا لله، الحمد لله، هنيئا لكم، الحمد لله، شرفنا بكم كل الشرف، الحمد لله. الحمد لله. الشيعة لا يعتقدون عائشة إلى الآن هي زوجة للنبي، يعتقدون أنها طليقته، فما تفعله لا يطعن بشرف النبي وعفته وأخلاقه. هذه نقطة مهمة، لأن أنتم دققتوا على هذه النقطة، قلتم أنه هي ما تستاهل تكون زوجة النبي. لا يقول بهذا القول إلا الشيعة. عندنا روايات أن أمير المؤمنين طلقها. لماذا؟ لأن زواج نساء ايه، النبي. انا ما كنت بعرف، انا ما كنت بعرف انها مطلقة من الرسول. انا ما كنت بعرف، انا ما عرفت الا من اي ايام معدودة فقط، ما كنت بعرف. انا انصدمت، هاي صدمتي بقى، هي كانت صدمتي انا في عائشة، انها كل هذا ولحد هلا بمصر او باي مكان بالعالم بالسنة عموما عائشة مرت الرسول، زوجة الرسول. انا كنت هيك مفكرة، انا انصدمت انه الامام علي طلقها من الرسول الحمد بعد لله، وفاته. الحمد لله، شكرا لله، شرفنا بكم. قولوا معي إن شاء الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، الها واحدا احدا صمدا، منزه عن العبث والفساد، نعم، نعم، منزه عن العبث والفساد، ما سمعت عفوا، منزه عن العبث والفساد، منزه عن العبث والفساد، خالق كل شيء وليس كمثله شيء، خالق كل شيء وليس كمثله شيء، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وخاتم النبيين وأفضل العالمين، وأفضل العالمين، معصوم من قبل رب العالمين، معصوم من قبل رب العالمين، عن كل رجس وشين، من كل رجس وشين، أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأمير الله، ولي الله، ولي الله، وخير خلق الله بعد محمد،
وخير خلق الله بعد محمد. وأحق خلق الله وأحق خلق الله بمقام محمد بعده. بمقام محمد بعده. أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله. وأبناؤها المعصومين حجج الله. حجة الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. من أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وهند وأم الحكم. وهند وأم لعنة الحكم. الله عليهم. الحمد لله. هنيئا لكم. رفع الله مقامكم مع محمد وآل محمد. شكرا أنتم شكرا. وزوجكم شكرا. الكريم الطيب. بارك الله بكم وجمعكم آمين. الله مع أهل بيته إن شاء الله في جنات الخلد. آمين يا رب. آمين يا رب. بارك شكرا الله بكم. شكرا. شرفنا بكم كل الشرف. يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حياكم الله في رعاية الله. الحمد لله. شكرا لله. في ملاحظة قالت ذكرتها الأخ الأخت جدا جميلة. واحدة من الأشياء التي جذبت الأخت إلى الإسلام بعدما أرادت أن تكفر لأن عائشة تنسب إلى النبي بأفعالها هو قول الشيعة. وأي شيعة؟ ليس جمع من الشيعة الجبناء الدجاج الأبيض الذي يقولون وهي عرض رسول الله وهي زوجة رسول الله عرض رسول الله عرض النبي زوجة النبي النبي لم يطلقها. أنقذها قول الشيعة الرافضة فقط. كم شيعي جبان خسيس يخرج على العلن ويقول عائشة عرض النبي زوجة النبي غير مطلقة. وأنا عندي محاضرة تفصيلية بعنوان عائشة طليقة النبي لا زوجته. أمير المؤمنين يشهد بطلاق عائشة، الحسن يشهد بطلاق عائشة، الحسين يشهد بطلاق عائشة، الإمام الباقر يشهد بطلاق عائشة، الإمام الصادق يشهد بطلاق عائشة، والإمام المهدي يشهد ويعلم أحد أصحاب العسكري طلاق عائشة. ثم يأتيك شخص خسيس يدعي التشيع ويقول عرض رسول الله زوجة النبي كلا وألف كلا. ما يستحون. شوف أنقذتها كلمة طلاق عائشة لأن هي فكرت قالت إذا كان نبي الإسلام زوجته اللي تبقى بذمته بهذه الأوصاف فأنا أطلع من الإسلام. من الذي أنقذها؟ أنقذها قول الشيعة. لا، هذه غير متقية. لستن كأحد من النساء إن اتقيت. شرط التقوى لنساء النبي هو شرط لقب أمهات المؤمنين وزوجة النبي. إذا كانت امرأة غير متقية يسقط عنها هذا اللقب. الحمد لله. شكرا لله على هذه النعمة.